القطاع الصحي في دولة الإمارات أثبت قدرته على التعامل مع فيروس كوفيد-19 وتمكن من السيطرة عليه من خلال رفع القدرات والإمكانيات، وأيضاً من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات، وكذلك الاستباقية في إنشاء مراكز الفحص والمستشفيات الميدانية. ولا ننسى الدور المجتمعي المؤثر في دعم وإكمال هذه الجهود من خلال التزام المجتمع وتعاونهم. هذه الجهود نرى ثمارها اليوم بعد توفير قيادتنا الرشيدة اللقاح لجميع فئات المجتمع بما فيهم كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأكثر عرضة، مما يثبت فعالية وأمان اللقاح المتوفر في الدولة. الإخوة والأخوات، لقد تضافرت الجهود الوطنية والمحلية لتوفير لقاح لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع عبر زيادة عدد المراكز الصحية في الدولة لأكثر من 150 مركز طبي منتشر في كافة إمارات الدولة. نود أن نشكر جميع المؤسسات والأفراد المساهمين معنا في تحقيق الهدف والوصول لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع. الإخوة والأخوات، رسالتي اليوم أوجهها لفئة غالية على قلوبنا ونحرص على صحتها وسلامتها، لأنهم بركة كل بيت ونوره. فئة كبار المواطنين والمقيمين اللي حرصنا على توفير اللقاح لهم كأولوية لحرصنا على صحتهم، أبوي وأمي، جدي وجدتي، لأن مقامكم غالي علينا. نتمنى أنكم تساعدونا عشان نوصل لحمايتكم، وإذا ما قدرتوا توصلون لنا للتطعيم نحن رح نوصلكم للبيت ونقيم حالتكم الطبية ونوفر لكم اللقاح. نتذكر أحبابنا وقاربنا ومعارفنا اللي فقدناهم بسبب مرض كوفيد العام الماضي، وكم كان يؤلمنا في ذلك الوقت عدم وجود علاج أو وقاية لحمايتهم. اليوم الحماية موجودة من خلال اللقاح. خلونا نحافظ على أحبائنا ونوفر لهم التطعيم. حفظ الله الجميع وأدام عليكم نعمة الصحة والعافية. طبعا المياه البيضاء هي مره في العمر، طبعا مثل ما انت تعرفين هو مرض تقريبا يصيب كل انسان مع السن، فهو يعتبر من امراض الشيخوخه ولا تجرى اكثر من مره لاي انسان. الغالبيه العظمى من الناس يكونوا غالبا في سن الخمسينات الستينات واكثر، تظل في حالات قليله اللي ممكن تكون في سن ابكر اللي هو في الاربعينات او حتى في الطفوله. طبيعه المياه البيضاء لما تبدا انها تبدا بدرجه معينه، ثم بعد مرور السنوات كل سنه تبدا تزيد. كلما زادت المياه البيضاء كلما اصبح المريض يشتكي من وجود غبره، عدم وضوح في الرؤيه، غبشه، وهذا معناه ان خلاص المياه البيضاء تستحق اجراء العمليه.
جزء من العملية هو نفضي محتويات العدسة الطبيعية اللي صارت فيها المياه البيضاء أو الترسبات. من ننظفها أصبح لازم استبدال المحتوى هذا آخر بمحتوى اللي هي العدسة الصناعية. السنين كلها اللي طافت كانت العدسة الصناعية هي عدسة تقليدية تعدل النظر للبعيد، ولكن لازم الإنسان يلبس النظارة على الأقل للقراءة بعد العملية. الحين مع التطورات اللي موجودة في الفحوصات ما قبل العملية وفي مقاسات العدسات وفي طبيعة العدسة نفسها، نقدر نحط العدسة تغني عن لبس النظارة لكل المسافات للبعيد وللقريب وحتى المسافات المتوسطة. طبعا هنا بعد أحب أنوه على نقطة مهمة جدا وهي سوء الفهم من بعض المرضى. في الماضي كان يقول لك لا تسوي العملية لين تكون المياه البيضاء خلاص وصلت إلى مرحلة الإنسان تقريبا ما يشوف أي شيء. طبعا هذا كان ينطبق على التقنيات التي تستخدم من 30-40 سنة. الحين العكس تماما، كلما تأخرت في عملية المياه البيضاء وهي أوردي بدأت تأثر في الشوف، كلما أصبحت احتمالية المضاعفات أكثر. الحين نستخدم أنواع معينة من الموجات فوق الصوتية أو الليزر أو غيره، والتي تعطي نتيجة أفضل وأسرع وما تحتاج الانتظار لين تكون المياه البيضاء استوت. الشيء الوحيد اللي ممكن يكون يقلل في احتمالية سرعة تكون المياه البيضاء، الأقل اللي معروف لدينا الحين، هو التعرض للأشعة فوق البنفسجية. فيفضل دائما الناس الذين يتعرضوا للأشعة فوق البنفسجية اللي هو يتعرض للشمس مع آخر فترات طويلة أن يلبس نظارات شمسية التي يوجد فيها مانع للأشعة فوق البنفسجية. هذا ممكن يقلل سرعة تكون المياه البيضاء عنده أو حتى ظفر العين واللحمية وأشياء أخرى مرتبطة بأمراض اليوم.